حياكم الله مشاهدينا الكرام في كل مكان في السلطة الرابعة، وأبدأها بأبرز العناوين. في المصدر أونلاين، ميليشيا الحوثي تعين قياديا بدون مؤهل للتدريس في جامعة إب. وفي الثورة نت، السعدي يحذر من كارثة انهيار خزان صافر بعد تعنت ميليشيا الحوثي. وموقع الخليج أونلاين يتساءل، إيقاف الدعم العسكري هل يسهم إعلان بايدن بوقف حرب اليمن؟ مرحبا بكم. قالت مصادر أكاديمية لموقع المصدر أونلاين إن الميليشيا عينت القيادي الميداني التابع لها عبد الفتاح غلاب مدرسا لمقرر دراسي استحدثته في محافظة إب الخاضعة لسيطرتها دون امتلاكه أي مؤهل أكاديمي. وأوضح الموقع في تقريره أن الميليشيا سبق أن عينت غلاب وكيلا لمحافظة إب لشؤون التعليم والجامعات قبل أن تفرضه محاضرا لمقرر مستحدث تحت اسم الصراع العربي الإسرائيلي في جميع كليات الجامعة. وبحسب الموقع، فقد أكدت المصادر أن القيادي غلاب لا يحمل مؤهلات علمية سوى شهادة الثانوية العامة فقط، غير أن رفض الكثير من منتسبي الجامعة تدريس المقرر الحوثي الجديد دفعهم لجلب قيادات حوثية للتدريس، ومن بينهم غلاب الذي يدخل الجامعة بسلاحه ومرافقيه، ما يثير استياء الدارسين. موقع يمن شباب نشر تقريرا قال فيه إن سيناتور أمريكي انتقد اعتزام إدارة بايدن إزالة تصنيف ميليشيات الحوثي كمنظمة إرهابية بعد نحو أسبوعين من دخول القرار حيز التنفيذ التي كانت أصدرته إدارة الرئيس الأمريكي ترامب في 10 يناير الماضي. وبحسب الموقع، فقد قال السيناتور الأمريكي توم كوتون إن المتمردين الحوثيين مسلحون ومدربون من قبل فيلق الإرهاب الإيراني في الخارج والحرس الثوري الإيراني وحزب الله، وإنهم يطلقون الصواريخ على المدنيين والبحار الأمريكيين وهم يهتفون الموت لأمريكا. وفي بيان نشره بموقعه على الإنترنت وتناوله موقع يمن شباب بشأن قرار الرئيس بايدن بإزالة التصنيف الإرهابي لميليشيا الحوثي في اليمن، قال كوتون متحدثا عن الحوثيين، أغرقوا اليمن في حرب مطولة أوقعت معها الشعب اليمني في ورطة، وتساءل إذا لم يكن هذا إرهابا فأنا لا أعرف ما هو، مضيفا أن إدارة بايدن تكرر الأخطاء القاتلة لإدارة أوباما من خلال استرضاء إيران ورفض تسمية الإرهابيين باسمهم. السعدي يحذر من كارثة انهيار خزان صافر بعد تعنت ميليشيا الحوثي. تحت هذا العنوان نشر موقع الثورة نت تقريرا قال فيه إن مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدي عقد اجتماعا افتراضيا مع مندوبة المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد. وبحسب الموقع، فقد تطرق السفير في اللقاء لملف الناقلة صافر ومماطلة وعرقلة ميليشيات الحوثي لفريق الأمم المتحدة الفني من الوصول إلى الخزان وتقييم حالته والقيام بالصيانة الدولية وتفريغ النفط منه، واستخدام الميليشيا هذا الملف للمساومة وابتزاز المجتمع الدولي وقنبلة موقوتة لليمن ودول المنطقة. وجدد السعدي دعوة الحكومة اليمنية للمجتمع الدولي إلى تغيير أسلوب تعامله مع تلك الميليشيات، مطالبا مجلس الأمن مجددا بتحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات صارمة ضد الحوثيين قبل أن تتعرض دول المنطقة والعالم لأسوأ كارثة إنسانية وبيئية. فرضت ميليشيا الحوثي الإرهابية حظرا على أي نشاط لتحفيظ القرآن الكريم في صنعاء ومناطق سيطرتها، واختزلت العملية على أتباعها الذين يسمح لهم بموجب استمارة بيانات جرى توزيعها مؤخرا. وفي السياق، حصل موقع العاصمة أونلاين على نسخة مما تسمى استمارة طلب تصريح مزاولة نشاط تحفيظ القرآن الكريم، والتي تلزم أي معلم ينشط في حلقات أو مراكز تحفيظ القرآن بالحصول أولا على موافقة جهة إشرافية حوثية وخضوعه لشروط القبول التي تتضمن الولاء للجماعة وتدريس أفكارها الطائفية للطلاب. أشار الموقع في تقريره إلى أن انتهاكات الميليشيات الحوثية تمتد بحق دور العبادة ومراكز التحفيظ إلى مرحلة ما قبل انقلاب 2014،
حيث فجرت في طريقها إلى صنعاء العشرات من المساجد ودور تحفيظ القرآن الكريم، فيما حولت عشرات المساجد إلى أماكن لتعاطي القات وثكنات المسلحة، وفرضت من على منابرها الخطاب الطائفي الفاشي المستند على العنف والإرهاب. قال موقع الصحوانت إن ميليشيا الحوثي الإرهابية اختطفت عددا من العمال بمحافظة إب وسط اليمن في ظل انتهاكات يومية تمارسها الميليشيا بمختلف مديريات المحافظة. وقالت مصادر متطابقة إن ميليشيا الحوثي اختطفت 15 مواطنا ممن يعملون في ورش السمكرة واقتادتهم إلى سجونها بمدينة إب. بحسب المصادر فإن الميليشيا أفرجت عن بعضهم بعد دفعهم مبالغ مالية كبيرة، وازدهرت مؤخرا تجارة جديدة للميليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها ويجنون منها أموالا طائلة، وذلك عبر اختطاف المواطنين ومن ثم الإفراج عنهم مقابل مبالغ مالية كبيرة. في الصحف العربية نشرت صحيفة الرياض السعودية تقريرا قالت فيه إن الحكومة اليمنية طالبت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وفي مقدمتها منظمة اليونسكو بإدانة اعتداء ميليشيا الحوثي الإرهابية على متحف ظفار بمحافظة إب وسط اليمن وما تقوم به من نهب وتدمير ممنهج ومتعمد للمواقع والمعالم الأثرية والتاريخية في اليمن باعتبارها جزء من التراث الإنساني. وبحسب الصحيفة فقد دان وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة معمر الإرياني واستنكر بأشد العبارات قيام ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بنهب قطع أثرية من متحف ظفار التاريخي والذي يضم أكثر من 300 قطعة أثرية قيمة من آثار مدينة ظفار التاريخية عاصمة الدولة الحميرية بين عامي 115 قبل الميلاد و752 بعد الميلاد. وقال الوزير اليمني إن اعتداء ميليشيات الحوثي الإرهابية على متحف ظفار التاريخي هو امتداد لعمليات النهب المنظم وبيع وتهريب الآثار ومسلسل الاعتداءات الممنهجة التي طالت المواقع والمعالم الأثرية والتراثية منذ الانقلاب تنفيذا لمخططاتها في طمس الموروث الثقافي والحضاري لليمنيين. اليمن واستراتيجية بايدن، غموض يشوب وقف الدعم للتحالف. بهذا العنوان نشرت صحيفة العربية الجديد تقريرا قالت فيه إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وضعت استراتيجية جديدة تركز على الدبلوماسية في إطار محاولاتها وقف الحرب اليمنية، إلا أن هذه الاستراتيجية تواجه عوائق كثيرة. وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن هذه الاستراتيجية تواجه عوائق كثيرة، إذ أن إعلان بايدن إنهاء كل الدعم الأمريكي للعمليات الهجومية في الحرب في اليمن بما في ذلك مبيعات الأسلحة أتبعه بالتأكيد على التزامنا مساعدة السعودية في الدفاع عن أراضيها ضد هجمات جديدة، ما قد يعني أن أي هجوم حوثي على الأراضي السعودية قد يأتي ليعيد وقف التسليح إلى نقطة الصفر. وبيّنت الصحيفة أن واشنطن لن توقف حربها في اليمن، إذ أنها ستواصل جهودها لمحاربة تنظيمي القاعدة وداعش في هذا البلد. النقطة الوحيدة الواضحة في الاستراتيجية الأمريكية الجديدة هي رفع جماعة الحوثي عن لائحة الإرهاب، وهو أمر كانت ضغطت منظمات العمل الإنساني للتوصل له، إذ إنه لا خيار لديها سوى التعامل مع الحوثيين الذين يشكلون حكومة أمر واقع في مناطق واسعة من اليمن بما في ذلك العاصمة صنعاء وفق الصحيفة. على بعد أقل من شهرين على دخول عامها السابع تواجه الحرب في اليمن منعطفا جديدا مع بدء الإدارة الأمريكية بخطوات قد تفضي إلى وقف لها. ومع تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن الحكم، قال موقع الخليج أونلاين تتسارع الخطوات التي يتخذها بايدن بدءا بتعليق الأسلحة للسعودية والإمارات وإعلان مراجعة قرار تسمية الحوثيين منظمة إرهابية وصولا إلى وقف دعم الحرب في اليمن، وهو ما يشير إلى تغييرات جذرية قد تحدث خلال الأشهر والسنوات القادمة. وحول ما أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن، يقول الدكتور فيصل علي رئيس مركز يمنيون للدراسات إن هذا الإعلان لا يعني أن الحرب ستتوقف، ويوضح فكرته قائلا قد لا تدعم بلاده السعودية مباشرة ولكن قد تكمل شركات الأسلحة صفقات السلاح التي وقعتها قبل أن يصل بايدن للسلطة. وتعتقد نادية نجار رئيسة المركز الألماني للسلام والتنمية أن هذا الإعلان يجب أن يصاحبه تحركات أخرى تتمثل في الضغط على جميع الأطراف بترك السلاح والتوجه إلى طاولة المفاوضات السياسية.
وتقول النجار في حديثها للخليج أونلاين أن أي قرار ستتخذه الإدارة الأمريكية بعد إعلانها إن لم يحظى بخطوات جدية فإن الحرب والمعركة الداخلية ستظل مستمرة وستستمر المعاناة سواء في شمال اليمن أو جنوبه، وسيحشد كل طرف كل الإمكانيات من أجل إما البقاء على ما هو عليه أو التوسع والسيطرة على بقية المناطق كقوات الحوثي. ختام السلطة، أترككم مع كاريكاتير اليوم.